أهلا بكم. بداية هذه النشرة من المؤسسة التشريعية السياسة العمومية لمواجهة الفقر والهشاشة خاصة بالعالم القروي، محور بارز ضمن جلسة الأسئلة الشهرية التي أجاب عنها اليوم رئيس الحكومة محمد الوهيبي ومحمد تونينة. محاربة الفقر والهشاشة والحد من الفوارق الاجتماعية أولوية الحكومة، ترجمتها عمليا وواقعيا عبر مجموعة من البرامج والمقتضيات والمشاريع، مستهل كلمة رئيس الحكومة الذي أكد كذلك على أن الحكومة تواصل بذل المجهودات من أجل الاستجابة لحاجيات الفئات الهشة، خصوصا في مجالات التعليم والصحة وتوفير فرص الشغل وتحسين أنظمة الحماية الاجتماعية. من جانبها اعتبرت فرق المعارضة أن الخدمات في مجالي التعليم والصحة والإجراءات المستهدفة للقطاعات الاجتماعية لا زالت متعثرة، لذا لزم حسبها العناية بالعالم القروي من خلال برامج طموحة لتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية. البرامج والاستراتيجيات التي نهجتها الحكومة لحد الآن لم تضع الحد لا للفقر ولا للهشاشة، خصوصا في غياب الاتقائية بين البرامج. ثانيا الفشل ديالها واضح بشكل قوي جدا في طبقات الهشة وفي الطبقات الاجتماعية اللي هي تعاني الأمرين، سواء من غلاء المعيشة أو غيره. بالتالي الفقر هو أكثر تفاقما في المناطق النائية وفي القرى، وإحنا في الاتحاد المغربي للشغل منذ تأسيسه وهو يناضل من أجل التعليم والصحة كحق أساسي. 50 مليار درهم سيتم تمويلها لمواجهة الفقر والهشاشة، وتهم مشاريع يبرز رئيس الحكومة فك العزلة عن العالم القروي وتحسين الربط بالشبكة الطرقية وتزويد الساكن بالماء الشروب وتعميم الكهرباء وتحسين عرض الخدمات العلاجية والتعليم.